www.aljannah.com. السلام عليكم. ماذا يقول المسلم عند فطره؟ في بعض الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها ضعف، وإحنا هنقول الضعيف وهنقول الحسن اللي أنت تقوله عند الفطر إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يتقبل منا تلاوة القرآن، اللهم آمين. ففي بعض الأحاديث الناس بتقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وصيام غد لك نويت. وطبعا الحديث ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روي عن بعض الصحابة. طيب إيه الحديث الثابت يا عم الشيخ؟ الحديث الثابت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال ذهب الظمأ، الظمأ اللي هو العطش، ما قالش ذهب الجوع، انتبه، لأن كانوا في جزيرة العرب كانوا يصبرون على قلة الطعام ولا يصبرون على العطش، وكانوا يمتدحون بقلة الطعام لا العطش. ولذلك قال ذهب الظمأ وابتلت العروق من اليبوسة وثبت الأجر. التعب، شوف بعد ما يعني زال التعب وإن شاء الله، يقول ثبت الأجر إن شاء الله، فعلق الأجر على الله عز وجل ولم يجزم، لأن الإنسان لابد أن يعبد ربه ويكون بين مرتبتين، بين الرجاء وبين الخوف، يعني راجيا أن الله عز وجل يقبله وأن يتقبل عمله، ويخاف من عقاب الله عز وجل. فلا تنسى أيضا عند الفطر أن تدعو لإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تدعو لنفسك بخيري الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.